أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تشغيل التسجيل بقراءة القرآن عند النوم ثم تركه يشتغل وأنام، هل يكون هذا من الإعراض عن القرآن؟ لا، ليس من الإعراض عن القرآن، النوم غصبا عليك، ما عوضت عنه باختيارك. نعم، إذا نمت ولا القرآن في المسجل يقرأ، هذا ما هو بإعراض، هذا نوم، نوم غصبا عليك. نعم، حتى لو جيت عند واحد تستمع له وغلبك النوم، لو شخص يقرأ وانت تستمع له وغلبك النوم نمت ما عليك. نعم.